النهارده في يوم الاسير الفلسطيني، وبندد بالمعامله السيئه جدا 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 اللي بيلاقيها الاسير الفلسطيني من اليهود، يعني مش هقول كده. وللاسف معاملتهم دي بتخليني اقول لهتلر شكرا ان انت فعلا الوحيد اللي عذبت اليهود زي ما هم بيعذبوا اخواتنا الفلسطينيين دلوقتي. ونفسي العرب يتحدوا عشان نلاقي اي حل للمشكله الفلسطينيه. طول ما احنا متفرقين كده اسرائيل بتلعب براحتها، واخرها انها عايز تاخد الجولان. فتحيه للاسير الفلسطيني. انا القضيه الفلسطينيه بصفه عامه هي المفروض هي القضيه المحوريه الاولى للعالم العربي كله يعني. وكل المحاولات الاستعماريه واللي بيحصل في العراق وسوريا واليمن وليبيا، كل المحاولات دي هدفها ان احنا نبعد هذه القضيه عن بؤرة اهتمامنا ونشتغل في القضايا المحليه بتاعتنا، عشان ما فيش قضيه تجمعنا مع بعض. والنهارده احنا موجودين في ارض مصر الحبيبه بنأكد على تضامن الشعب الفلسطيني المقيمين في الشتات مع اخوانهم الموجودين في الداخل وفي سجون الاحتلال، لانه بيشكل الاخوه الاسرى بشكله حوالي 20% من مواطني فلسطين في الداخل. وبرساله للمجتمع الدولي بانه محكمة الجنايات الدولية يجب ان تاخذ قرارات ضد هذا الاحتلال الصهيوني وضد ممارساته للأسرى.